احنا قدام كنيسة سيدة شقيف، وشقيف معناتها الصخر العظيم المنحدر من الجبل. هالكنيسة موجودة فوق مغارة، من مغاور كتيرة موجودة بمنطقة غبالة. أما منطقة غبالة معناتها جبل الطين، لتربطها الحلوة اللي كانوا يعملوا منها أجدادنا الخزفيات والأواني الفخار. غبالة ترتفع عن سطح البحر بين 700 و 1100 متر، أما بعدها عن بيروت فهو 35 كيلومتر. من ميزة ضيعة غبالة إنه كان فيها أول مركز بريد، وكان فيها أول مصنع حياكة وأول مصبغة بالمنطقة. كنيسة سيدة شقيف، هالكنيسة اللي شايفينها نحن اليوم، هي انبنت على ثلاث مراحل من بعد ما كانت مغارة بنيوا فوقها كنيسة، ولكن لكتر عدد الناس الموجودين بهالمنطقة زادوا الكنيسة وكبروا وصارت على شكلها اللي هو اليوم، وهي واحدة من سبع كنايس. مغارة شقيف لوحة طبيعية رائعة جداً، بس تكون قاعد فيها تسرقك من الدنيا ومن الزمن يلي نحنا فيه. بتطلع على وادي، هالوادي بيخليك تصلي بإيمان وتطلع صوب السما وتشوف مريم العذراء وتتبارك منها. أول شيء بلشنا بالمغارة تحت. المغارة من حوالي 300 سنة بيشوفوا من ضيعة بوجنا اسمها الحسين، اللي ضيعة من إخواننا الشيعة، اكتشفوا شيء اشعوا نور طالع من هالصخر المنشأ، اكتشفوا انه في زهور العذراء هون. ابتدت بالمغارة، رجع كنيسة هون من سنة 1923 تقريباً، انعملت مع مدافن للعائلة كانت بقلب المغارة بالأول. وبعدين عنا نحنا شغلة مهمة، تانا دار لكنيسة سيدة شقيف، أول مدرسة بالفتوح كسروان كانت فيها، ومخرج منها الله يرحمه رئيس مجلس قضاء الأعلى فيليب خير الله من زمان. كمان عمره هالدار شي 125 سنة تقريبا. والكنيسة الجديدة ابتنت تقريبا حوالي بالثمانينات، سنة 82 بلشوا فيها. ابتنت بين الصخر والحجر المغارة مثل ما شفتها، هي بقلب الصخرة، وكملوا بالحجر، كملوا الجبل وابتنت الكنيسة بظهرها، ونحن تابعين مكملين المسيرة. هالشغل اللي حوالي الكنيسة كله حجر صخر، وتابعين زيت النمط كله بالحجر الصخر الطبيعي عم نشتغل ونحسن بكل أراضي الوقت، وبالإجمال كل الحجار من أرضها. جدودنا وبياتنا كانوا، الصورة اللي كانت بالمغارة وقت اللي عملوا الكنيسة فوق، الصورة اللي ظهرت بالمغارة ينقلوها على الكنيسة، الكنيسة الكابيلا، يجوا تاني يوم اللي أول رجعت لوحدها لتحت. هالكنيسة وهالمغارة كتار من المؤمنين بيقصدوها، يعني على مدار السنة ليلة النهار في زوار عليها، مؤمنين متعبدين لإلها بيجوا بيزوروا على طول وبينظروا للأضرار.
وكنت معهم بالعلية وقت العنصر. انت يلي دايما واقفة حد الكنيسة كل زمان حتى تشجعي أبنائها تيعملوا إرادة الله، وتشجعيهم تيصمدوا بوقت الصعوبات. من هون كمان من مغارة شقيف بضيعة غبالة ظهرتي وكنت حد جدودنا وحمايتيهم. حمينا اليوم واعطينا الأمان تنضل نشكرك ونكرمك على الدوام. آمين. مريم العذراء نسمة الأرجاء، يا نجما ظهر فوق الشمس والقمر، يكشف وجه السماء ينسوج لحن الرجاء من عمق سر الفدا، يرسم خلاص البشر. إن جف فينا خمر فدينا، يا أمة يسوع جفي في خمر الدموع تجري من مآقينا، واملئي أجاجينا قلبي حبا لا يجوع، نغمة من لحن الخشوع. يلدى تلوه نهوي دخرونه بربع في نيوتو ويقيمو مليت رحمة، بيه وشليح وصهدي وزادي قيام قديشة، خلهن تغمي وشربوتو نتلن ليتو ببعد عيدي. مريم العذراء نسمة الأرجاء، يا نجما ظهر فوق الشمس والقمر، يكشف وجه السماء ينسوج لحن الرجاء، من عمق سر الفدا يرسم خلاص البشر.